تعال تعال مكان اتكلم غبر وعبسه ما تسوي الشغل لما اتكلم انا خير عمي ان شاء الله سنع المكان ما يصير كذي احد يدش علينا من برا تفشلنا خلص من هني واصعد لي فوق لا طالعني كذي واقف اشتغل ان شاء الله عندي اجتماع بعد شوي روح سنع المكان ابو عبد الله سئي الحين هذا اللي قدرت عليه عدلت خلاص يبا روح تفضل ايش علامك كلها زرعه معصب على الريال ليش؟ ينا النية يا اخي ينا شلونك؟ هلا بطروق شو اخبارك؟ شو مسوي؟ يا حبيبي سمعت قاعد توزعون الادوار ابو عبد الله تكفى البطوله لي ابو عبد الله انا قايل حق الوالده هالسنه منجم تكفى يبا وهي قالت حق الخالات وخالاتي تيمعوا ومن زواره لزواره ما بقى احد ما درى اني بنجم يبا الحين خل امك وخالتك على صوب احنا بنسوي اجتماع
ما ادري احنا نستمر في المسرحيه ولا نكنسل موليه. ليش نكنسل المسرحيه يا ابو عبد الله؟ مسرحيه عالميه وهذا حلمي. تكفى بحلمي لا يروح هدر، ترى راح هدر حلمي منك. تكفى ابو عبد الله، هذه المسرحيه اللي كنت احلم فيها طول عمري. هدر؟ هدر؟ انا اللي حياتي بتروح هدر اذا ما سوينا المسرحيه على مستوى عالمي. انت تقول مستوى عالمي وانتوا انشطه مدرسيه ما غزي فيكم. لا ينحفظ. انت تبي تحبطني؟ اتقشمر معاك. امشي لا يا معود بطروق. انا دائما احب اضحك معاك واتقشمر. يا ابو عبد الله مو وقت ضحك، احنا ليش بنكنسلها؟ حاضر يبا ناصر بروحه بعد في المستشفى. ولي يبا ناصر الله يقومه بالسلامه يا ابو عبد الله، لكن احنا احلامنا يبا هذه فرصه ما تتعوض. ان شاء الله ان شاء الله اشوف، انا اشوف شو يصير في الاجتماع وابلغك. بس انت يعني لا تعيش الدور وايد يعني وتروح تقول حق الكل والجميع وتفشلنا وتفشل عمرك. اخي خالاتي اللي بيشمتون فيني يا يبا خالاتك يشمتون فيك ولا المجتمع؟ اصير انا علك بحلج المجتمع. شلون وضاح يا بسيارتي؟ أكيد راح البيت عقب ما أخذ العنوان، وأكيد إبراهيم راح يلحقه وراح يدل مكاني. يا رب شو أسوي؟ يا رب شو أسوي؟ وضاح؟ وضاح؟ طبعا مثل ما انتم عارفين المسارح العالميه انواع، منها الدراما الموسيقيه. في ايطاليا تصل التكلفه الى 5 مليون دولار. ما شاء الله مبلغ كبير. يا دكتور حسين انا مستعد اساهم ب 10000 دينار. اقعد مكانك وانت ساكت. يا دكتور شيء طبيعي ترتفع تكلفه المسرحيات العالميه، كاتبينها كبار شعراء، اوركسترا قاعد تعزف لايف، كبار المصممين الديكور، كبار مصممين الأزياء والرقص والاستعراض وبلوة. بالنسبة للأزياء أنا الوالدة عندها مشغل، إذا تبون سوي لكم الأزياء حاضر حق المسرحية. لا يا أخوي لا، دشيت غلط وايد. إحنا ما قاعد نتكلم عن دراريع العيد ودراريع رمضان، إحنا نتكلم عن أزياء عالمية مصممين. أمك إيش عنده غير الترتر وتركب زرارات وغير وغير. خلاص يبا هو النيبه الحا دكتور، بعد الديكورات قصه ثانيه، تصمم في مصانع خاصه على ايدي اكبر منفذين ومهندسين الديكور، وعقب ما تخلص العروض تنباع بالمزادات العالميه بذاك السعر. قول بعد ابوك عنده منجره ويبي يسوي لنا الديكور. ايش فيك معصب عليه الله يهداك؟ ترى هو يا قال لنا عندي كذي وعندي كذي، ما غلط الريال؟ هي صادقة والله ما قلت شيء. أقول تذكر مسرحية كاسل نزلناها بلندن؟ ديكورها مكلف تقريبا 2 مليون باوند. إن شاء الله. لا حتى ديكوراتنا احنا بالعيد. ترى تكلف على 1 مليون باوند بس للأسف تنحط بس بموسم واحد ويشيلونها. ولا هناك عندهم اللي بمليونين باوند يكملون فيه سنين وبنين، حرام والله عندنا كذي يصير. مريم ترى وايد مسخه وهيلقي وقاعد معانا في الاجتماع. اسكت مالك شغل. يبقى انا اقول الحل عند المخرج اللي بينفذ العرض، هو الوحيد اللي عارف كل احتياجاته. على خير ان شاء الله. على خير. عموما احنا سعدنا بالاجتماع هذا ولنا ان شاء الله اجتماعات ثانيه، والله يوفق الجميع. امين يا رب. يلا يلا. حياك حياك. تفضل تفضل دكتور. شكرا دكتور على الحضور. العفو. ما قصر. حياك الله. شوف مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه دكتور. نورتنا حياك الله. يا حلو هالدكتور رؤيها بشوش ما شاء الله. انت الله يهداك علامه، قاعد اقمز لك كل ساعه قدامه. ليش؟ مشغل امي ما مشغل امي.
يا ترى مو وقت غشمره. اي قال رايي. ايش فيك انت الله يهديك؟ اي مو غشمه يا اخوي، ايش علامك زعلتها؟ انا قاعد فشلني. ايش فشلك الحين؟ واحد يقول رايه يفشلك؟ روح على قورانك. روح انا اذنكم. هذا شو زعلان؟ مالك شغل فيه؟ ما صدق غاب الدكتور عصب علينا هذا. يا ما علي ما علي. ما صارت ورقة بتعلقها. Of course, in the German, في أكبر مختبر مال تجارب. يبقى حط له مختبر خلصنا يا أبو سيف. نشرت ريجي الاثنين، شو اللي سويته من يوم؟ كل اللي سويته فصلت له، برضه وين مثل مثل؟ يبقى ذبحوني، ذبحوني، طلباتهم مش كثر؟ يا بدر أنت معاي ولا معاهم أنت؟ المختبر بتسلحون فيه؟ مو حق البقر مالتك اللي المرضى منين تجيب لهم دواء؟ بالصيدلية؟ بالجمعية؟ ويعني هالبقر ما يعيشون الا بهالمختبر. وانا كل ما حاشيتك انا قلت لي بقرنا اي شيء كما بقرنا لمشى ما يمرض بقرنا. كم خليتك على بقركم؟ لا ما فيها حليب عاد بقرنا، لكن هم بقرهم فيها حليب، لكن عاد مو بنقل فلوسي كلها. الحين هذا شو يقول؟ مختبر شو يقول؟ مختبر لازم. بقر المانيه عايشه بجبال درجه حراره تحت الماينس وخمسه وجو هني الشمس فوق راسها تدوق. والله 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 يا بدر بالعون من يوم شفت ويا وصلعته ما ظنيتي في خير. لا لا مو هذا، تاخذ على الشكل، خذ على المحتوى. الرجال دكتور بيطري وخبير بميون وبرلين. منو؟ عايش بين 3000 بقره. يا عيني انت والله بدق على امك اقول لها لا يسمع. اصبر اصبر اصبر. واللي انا خالتي قلت لها والله انها تقول ما خاب من استشار. وانت ريال خلاص 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 طالما قلت لها بستشيرك. هم مو انا، انا ايش بعني بالبقر؟ استشيرهم هو؟ كل ما حكيت قال البقر. عن تدافع عنهم ليش؟ يا ابو سيف منافسة السوق العالمي منتجاتك للالبان والحليب والقشطه وجبن قلاص والمثلث اللي بتسويه وكل رغباتك تحتاج منك صناعه، صناعه حقيقيه. ابو سيف احنا مجتمعات تستورد. مجتمعات إنتاجها بسيط، نسبتنا بسيطة بالسوق من حصة السوق المحلي. إحنا عشان نتحول من شعوب مصدرة بدل ما إحنا شعوب مستهلكة ونورد، لازم تكون عندنا بنية تحتية. وحتى تكون عندنا بنية تحتية صناعية لازم نصنع غذائنا ودوائنا. ومتى ما وصلنا لهالمرحلة بنحس بمعنى الحرية. لأن الحرية الحقيقية مو هي حرية كلمة، حرية أنك تزرع وتحصد وتأكل من أرضك وعندك دواك. هذه الحرية. يعني أنت اليوم مو بس مستثمر، أنت قاعد تساهم بالأمن الغذائي وبالحرية. I don't know. I will talk, talk, talk. أنا يسوي كلام وما يسوي؟ لا بيسوي إن شاء الله. بس أنت وسع صدرك عاد، فلفل حار مشلوط وراسك لسعة تقول إشارة مرور شاب حمر. طول بالك ريال عود فهمه، إذا اقتنع بينفذ كل اللي تبي. أوكي أوكي أوكي. يعني how much it cost؟ About the cost 3 مليون يورو. وايد رخيص. 3 مليون يورو؟ أنت تدري شنو 3 مليون يورو؟ أنت وياك ويا 3 مليون يورو؟ ها؟ هذه أنا أشتري بها 500 مقرة يا ثوب. هي والله قال لي مختبركم مالت عليك وعلى مختبرك. ابو سيف اسمع يا ابوي، بلا سيف بلا خرابيط. اي خرابيط يا ابو سيف؟ قال ما خاب من استشار. استشار 3 مليون يورو يا بدر. انت ضدي ولا معاه؟ ما خاب من استشار؟ لا صدرنا الحليب ذيك الساعه يصير الخير. اي حليب اللي بتصدره انت؟ تبي تنافس الاسواق العالميه بطريقتك هذه؟ لا غير على غير. كنسلتوا الناس هنا جايين استشارات لك يا ابو سيف، بتصدر لي حليب كامل الدسم وقليل الدسم وتقول لي حليب عداني؟ اكو حليب عداني ينباع لليهال؟ تبي تسمم اليهال انت يا ابو سيف؟ حط الثلاثة مليون يورو وصدقني بتستفيد. اوكي 3 مليون 3...
شنو؟ شنو اوكي؟ ايش تبي شنو؟ انت بندافع 3 مليون يورو؟ لا! Don't worry you Mr. Mike. Everything ان شاء الله اوكي. وشود هذا ميديكال لاب؟ ثانك يو شن، ثانك يو شن. سير، لازم يسوي مختبر. ضروري، احنا امام تحديات كبيرة، تشالنج. No change the plan. Everything ان شاء الله بيصير. دكتور كريم انت شوي شوي على عمك بوسيف. ها؟ You understand? Sorry, I have a telephone from Kuwait. Sorry. Hello? هلا اخت مريم. طمنيني على ناصر، شلونه؟ مشكور يا دكتور وايد. وانا اعتذر عن اتصالاتي الوايدة هذه. عموما جاسم يقول لي كل شيء ويقول لي انك انت مجاب له 24 ساعة في ميزان حسناتك ان شاء الله. دكتور ابي منك طلب واحد بس اذا امكن، يعني احنا في امس الحاجة لك هنا في الكويت، يا ريت ترجع باسرع وقت. ان شاء الله ولا همك يا اخت مريم، انا ضروري اشوف اخوي ناصر. عموما انا قدمت على اجازة في الجامعة، واول ما جاسم يخلص امتحاناته مالت الطب على اول طيارة بنيكم الكويت. سعود 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 يوم ما سعود سعود يوم ما سعود حسيت سعود سعود يوم ما سعود سعود رد علي سعود سعود رد علي سعود رد علي لو سمحت أخوي مو كل إسعاف لحقوا علي ولدي بيموت لحقوا علي سعود 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 يوم ما رد علي رد علي اتصلت فيني الوالدة وطمنتني على الوالد. الحمد لله صحته احسن. ومتى اخر امتحان تخلص؟ زين ممتاز. اول ما تخلص نحجز ونرجع يميع للكويت. يلا انا ناطرك في امان الله. دكتور بدر زي حضرتك عامل ايه؟ هلا حبيبه، عساك طيبه. الحمد لله. انا اسفه اني قلت لحضرتك من غير موعد ومن غير استئذان. وانت من متى تين موعد ولا باستئذان؟ طول عمرك جيتين ولا تقولي وصل؟ لا تقولي لي وصلني، ترى مشغول وبمشي ما عندي وقت. ايش فيك عسى ما شر؟ لا ما فيش حاجه يا دكتور. لا ما اعرف وجهك الا انا، ما تقدرين تخشين علي شيء. قولي لي ايش فيك؟ مش حكذب عليك يا دكتور، بصراحه انا ما نمتش من امبارح. وليش ما نمتي امبارح؟ سهرانه؟ ليكون قاعد لوحدك لا يا حبيبي، ولا شايفه فيلم رعب وخايفه؟ قولي الصدق ايش فيك؟ كنت بفكر بظروفي وافكر فيك انت كمان. من ساعة ما عرفت انك هتسافر وانا مش على بعضي، تعرف عارف ابن خالتي اللي بيطاردني في كل مكان، وكنت شنو حبيبه لا تبكين بالشارع، الناس يشوفونك عبالهم تاوشين ولا. اهدي انا اسف. اهدي قولي لي شو اللي فيك. بس بصراحة أنا مش عارفة أعمل إيه، أنا مش على بعضي من ساعة ما عرفت إن حضرتك هتسافر، ومش عارفة أعمل إيه في ابن خالتي، ومش عارفة مالي يا دكتور، وما تسألنيش لأني بصراحة ما أعرفش. حبيبة أنت إيش قاعد تقولي؟ أنت أختي. أختك؟ أكيد أنت حسبات أختي. خلاص يا دكتور ما تكملش، ملوش داعي. أكيد أنت أختي وأخاف عليك وبظل أخاف عليك. عسى الله يسعدك ويبارك في عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم.
ياك ياك ان شاء الله. هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. تعال برا. تعال ركب ركب داخل. هلا خلي حياك حياك تفضل. حاضر معك دير بالك. شنو هذا؟ شنو؟ شايبين؟ اوه هاي الوالده. الوالده سويت لك ذاك الغداء العالمي ما في مثله. خلاص بابا روح. وين خلاص؟ لا لا خليك تحت اوقف محمد يقعد. من ياكل هذا بروحه؟ عقله بروحي انا. خليك كله وياي انت وخليه ترى قاعد. لا 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 خليه يروح البيت. انا ابيك في موضوع بيني وبينك. يلا مشكور محمد روح بيت. ها جزاكم الله خير ميزان عمل والده. وكل يوم هذه حالتنا تجي بمتن بطق من عندكم ترى. حلالك يبا. استريح استريح. حياك يلا سيف. الله يحييك. اقول لك الموضوع بصراحه يعني انا عارف انت رايح الكويت وابيك يعني تهتم شوي في موضوع زواجي بميثا. انت اللي شاقي حالك. انت اللي مخر زواجك. ترى قيس بن ملوح ما سوى سواتك. عنتر بن شداد شوف كم جزء سوى كم فيلم اسود وابيض وملون ما سوى عمايلك. بطل الغيره يا سيف. لا يكون اشتكيت لك. من غير ما تشتكي يا سيف انت ما تشوف نفسك. ليه عصبت وخزيت؟ انا خاف منك. شنو انت قاعد تخزغز هيكلي وطالع ولا نظرات هالمسلسلات اللي مثلون هالايام اللي تسوي دور مجرب كذي تقز؟ ايش تحوى عليك؟ انا تشك فيني؟ انا ولد خالت ابوك؟ استحي يا سيف انا شايلك صغير. تشك فيني؟ انا اذا مشيت بالجامعه هالطالبات عندهم خواتي الصغار. انا المتزوج بناتي كبرهم. الله يهديك بس يا سيف. انا تشك فيني؟ انا اسف اسف دكتور والله يعني مو بقصد اني ازعلك. عمري ما اخذ بخاطري عليك. انت تدري شنو غلطك عندي. ابيك تبطل الغيره اللي ما لها داعي. ابيكم تتزوجون. خلاص لازم تثق فيها. دام تحبها حب ثقتك فيها. وذاك الوقت شوف مكانتك عندها شلون بتصير. دكتور شوف انا ساعات احس انها تميل لي بس انا ما ابيها تميل بس ابيها تحبني. ها يعني تميل انت تبيها تحبك على طول. تعال بالك الحب ينبني بلحظه. تتصدق هالافلام الحب من اول نظره؟ مو صحيح. هذه نزوه مو حب. الحب الحقيقي بالعشره. الحب الحقيقي بحسن المعشر بالموده الزوجه سكن للزوج. شوف ابوك وامك الله يحفظهم ويسعدهم دوم. يدتك الحب مع السنين ينبني. شو اللي يبني؟ الثقة. جدار الثقة ينبني مع الأيام مع الأشهر مع السنين. لكن للأسف ينهد بلحظة. انتبه يا سيف. ابني لك جدار من الثقة. دام تحبها ثق فيها. أما إذا بتشكك فيها وبتخززها كذي أنا أقول ما له داعي تملكون وتزوجون وتقط لك نص مليون ريال على كوشة وطقاقة مليون والعرس حق الثين والينون 2000 وحط فلوس وخسائر واخشي كل واحد قاعد ببيته هلأ. حرام. كافي نبي نحد من نسبة هالطلاق اللي اللهم يا كافي كل ماله ترتفع. لازم تسامح ثقة ابنه ثقة فيما بينكم. وعقب الزواج انتبه يا سيف. تدق عليك تقول لك وينك وش قاعد ادق علي انا ياهل. لا 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 تسدح بالدواوين بهالميالس وتشيش وترجع ريحتك تقول دوه فحم. ما ينفع. لا دقت عليك وقالت لك وينك يعني تبيك ترجع البيت مبكر تبي تلاغيك تسولف وياك عاد تفهم. يا سيف اللي بتاخذها دره. قدر مكانتها العلميه. بنت مثقفه مؤدبه خلوقه. حطها بعيونك وصك عليها برموشك وشوف ذاك الوقت شلون بتكون محبتها لك. دكتور انت ما كنت متزوج قبل؟ السؤال هذا كان زين متزوج. انا عزوب للحين ما تزوجت. هالكلام ما يقوله الانسان عاشق. دكتور سياره بنتك وين راحت؟
وانا اجدراني وراحت. شلون اجدراك؟ يعني طارت؟ بنتي استردت البيت؟ اقول لك ما شفتها ولا اتصلت فيني ولا ادري عنها. من خذيتك عمرك ما كذبتي علي. لا تخربين الثقه اللي بيني وبينك. شفتي سوالف بنتك وانا وصلتها؟ وصلتها للجذب. لاني خايفه منك وخايفه على بنتي. شو اسوي؟ ما ابي ازعلك ولا بخسر بنتي. وانا عمري ما قصرت معاك. هذا يزاي؟ يزاي اني خايف على بنتك؟ خوفك يا ابراهيم خلى البنيه تطلع من البيت. مو كذي؟ لا يصير قلبك اسود. يعني انت يا راضية تروح المسارح وتمثل مو كذي؟ ايه راضية. راضية ليش انا ادري ان بنتي تحب مجال الفن وتحب التمثيل من وهي صغيرة. كنا انا وابوها الله يرحمه نروح السوق ونشتري لها ملابس المسرح عشان تحضر الحفلات. تحضر الحفلات اللي بالمدرسة يومية. يا ابراهيم هناء بنتي ومتأكدة انها ما تغلط وهي عارفة مصلحة نفسها عدل. بس اذا تبي تعلمها وتوجهها مو بهالطريقة. علمها بالكلام الحسن بالمعاملة الطيبة. ايش فايدة الهواش ابراهيم اللي سويته انت؟ خلى البنية تطلع من البيت وما ندري عنها شيء. بنتك انحاشت يوم بغت تزوجها ولد اخوي. الزواج مو غصب يا ابراهيم. ولد اخوك عنده حسن سير وسلوك بعد ما رب العالمين تاب عليه من اللي هو فيه. بنتي عمرها ما جت وقالت لك عنه شيء. ما انت بالرايحه والراده تعايرها بهوايتها. فكينا لحم والديك، سكيت السيره هذه بدل ما قالت تدرين علي كذي وصدعت يا مخي. تحركي، روح سوي شيء، سوي اتصالاتك، دقي على ربعها بالمسرح يمكن عندهم. اي والله. وهذه بنود الاجتماع وجهزت وكلمت كل الحضانة وإن شاء الله بيلبون الدعوة بيحضروا الاجتماع. إن شاء الله يا رب. بس تتوقع بيوافقون إنهم يشتغلون معانا بتطوع؟ ما عليك ما يقصرون، كلهم فيهم الخير. نتمنى. إذن شو بقول لك؟ أنت يعني حطيت الأسامي ورشحت أحد، حطيت الميزانية سويتها؟ فعليك مبكر، الميزانية وكشف الأسماء كله مطبوع وعلى مكتب ساد ناصر. الله يبشرك بالخير يا رب، قول آمين. لا ما عليك حرج أنا، فعليك. واضح. مريم. أنا ما أدري هالمفتاح مرة ما أدري شو أسوي. أول مرة تلقاه بسرعة. شفتي؟ بس بعدك ياهل؟ إي طبعاً، أنا أصغركم أنا. تفضل. وي هنا شوي عليك. قومي بسم الله عليك. شوفي شوي يا بنت الحلال، شوفي فيها نفس. تنفس ايش فيك؟ شوف لنا اي احد يبلنا ماي شيء تاكله. يبا انا اروح بنفسي ايش حق اشوف احد؟ انا ما ادري شلون قفلت المكتب عليها. هنا زين بطلت عيونها. شوف ايش ماكله. انزين حدق لي على حد يبلها ماي. واقف تحلطم علي. هنا حبيبتي ردي علي. هنا بسم الله الله يهداك. بس دوختين عليك ليش كذي؟ زين خليك وياه بالمستشفى. لا حول ولا قوة إلا بالله. اهدي اهدي يا بنت الحلال. خلاص أنا جايكم. مع السلامة. أمي
المعاملات باعتماد منك. اسمع مني، انت كنت مع سعود في الشاليه البارح؟ اي بس رديت بيتنا. ما لاحظت عليه اذا كان مريض او في شيء؟ لا ما في شيء، عسى ما شر. اما لقيته طايح بالشاليه وديته المستشفى؟ يا عمي هو من فتره كان مكتئب وكان ايش كان؟ كان 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 تعال قول. مسعود يشرب شيء، يتعاطى شيء؟ لا اعوذ بالله، بس يعني كان مكتئب وما ينام بالليل. حط الملف على المكتب والحقني المستشفى يلا. ايش اللي يردني من الشاليه؟ الله يستر. هذه آخرتها يا سعود، هذه آخرة ثقتنا فيك، تبلع حبوب. يا حسرتي لا يكون ولدي مات. ألف ألف مبروك التخرج يا واضحة. الحمد لله تخرجنا وبدت رحلة العمل وتحقيق الحلم. إلا ما قلتي لي وين بتشتغلين؟ بشتغل على مشروعي الخاص، قدمت دراسة جدوى اقتصادية لبنك التنمية والحين شغالين عليها. ما شاء الله عليك يا واضحة، دوم ملتزمة بتخطيط أهدافك. الحمد لله زوجي وايد متفهم وكان لي سند بتحقيق أحلامي، وراح أسوي أول مصنع من نوعه، مصنع إنتاج البذور الخاصة. بذور خاصة؟ بذور لزراعة الورقيات وبذور لزراعة الأعلاف للمواشي، بذور فيها نسبة بروتين عالية للمواشي وتنزرع طول السنة. برافو عليك يا واضحة. لا وبشرك، بسوي مع المصنع مركز للبذور ويمكن أسوي مزرعة. شكل المشروع وايد كبير. الحمد لله تمت الموافقة من بنك التنمية. لا وادعموني على التنفيذ بعد. ها جاسم وين تبني؟ كيفك أي مكانات؟ أنا ما بيكت حياتي، سأل مؤمن ما حياتي، قدر الله وما شاء فعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكانت خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكانت خير له. والشافي رب العباد سبحانه تقول للوالدة إنك تبي تلغي رحلة لندن مع الجامعة، صدق يا جاسم؟ أي عمي، أنا لازم أكون يمهم وعاونهم. وإذا الوالد الله يشافيه ويعافيه وأمك يبونك تسافر لندن مع الجامعة لزيارة كلية الطب في لندن، إيش بتقول؟ هي بس عمي أنا ما راح أقدر، إذا رحت هناك راح أفكر فيهم ما راح أركز. ما يمنع، روح لهم يوم يومين وتالي سافر مع الجامعة، أبوك بيفرح إذا تخرجت والكل يقول لك دكتور جاسم. لا تحاتي، أنا بيك تروح لندن وانت من شرح، وبيك تستفيد من كلية الطب البريطانية إن شاء الله. إلا ما قلتي لي ريلي شغال في المجال الزراعي. ريلي؟ لا مدرس لغة عربية. أحلى شيء إنه مدرس لغة عربية علشان إيه يدقق لنا في النصوص المسرحية. لو سمعت ياهو اللي بيطير من الفرحة، طول يومه ويتكلم عن الأمن اللغوي واللغة العربية والمحافظة عليها ولغة القرآن الكريم. صمام أمان. الأمن اللغوي عند ريلك والأمن القضائي عندك، ليش خليتوا لنا؟ الأمن الثقافي والهوية. وين أتي؟ للحين طوارئ ما طلعوا. زين قولي لي، أنت حسيتي أو شميتي شيء؟ شارب شيء؟ طالع شيء؟ ما تحكين ما تقولين، لازم أعرف قبل لا تطلع نتيجة الفحص ونتفشل قدام الله وخلقه بعد التحقيق. بسم الله على ولدي، ليش يحققون معاه؟ لازم كل حادث يسوون فيه تحقيق علشان أمن الناس وسلامة الناس. أنا شفته بس طايح الحمام السباحة وبدينا الحبوب. يعني شنو؟ وليد مسعود كان يشكي من شيء، ياخذ حبوب عن شيء؟ لا عمي، بس كان ياخذ مسكن حق الراس ينباع بكل الصيدليات. أنا لقيت بدينا باجي الحبوب، ما أدري شقدر ماخذ. بالح كمية من الحبوب؟ يعني شلون؟ كان ناوي ينتحر؟ والعياذ بالله؟ لا 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 لا،
فتحه اعوذ بالله من الشيطان، لا حول ولا قوه الا بالله. دكتور طمني يا دكتور. لا ما علي، العافيه ان شاء الله. سوينا لها غسيل معده ونحطها تحت المراقبه. الحمد لله الحمد لله على سلامه ابنتي. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. خبرني طمني. ترى اللي بالع كله الحبوب مو صغير ولا هدف العلاج. اي فهمت ايش تقصد، بس على فكره دكتور ولدي صار لمده يعاني من توتر وكذا ومنطوي على نفسه. بالحاله هذه راح نحول على طبيب نفسي. مشكور جزاك الله الخير. اجو عافيه ان شاء الله ما شف شر. ألف لا بأس عليك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك بشر. بشري سويتي اللي وصيتك عليه. الله يهديك، بس نايم وتقعد وتتألم وللحين تحاتي؟ لا تحاتي ولا شيء، مسؤولين المجلس الوطني متعاطفين معاك كلهم ومقدرين الظرف اللي انت تمر فيه. ما في فنان ولا إنسان يعرفك ولا ما يعرفك إلا يسأل عنك وتطمن. جزاهم الله ألف خير. هذا هو الكويت، بالأفراح والشدايد يوجبون. وأنت تستاهل. وعلى فكرة سوينا الموازنة وخلصنا ونزلنا التكلفة ل 50% وقدمناها حق المجلس الوطني. الحين بقى شيء واحد بس، نجتمع بالفرقة كلنا ونشوف مسألة التطوع. أنا متأكد أن الكل بيتطوع لأن الكويت تستاهل. مهما نعطيها هم نظل مقصرين لأن إحنا عيالها. أكيد. سلامتك. سلامتك. أنا أعطيلك الطبيب. تفضل طال عمرك. هذه الميزانية التقديرية اللي طلبتها مني للعرض العالمي عشان المناسبة الوطنية، ومعاه كتاب الترشيحات. من رشحته المخرج؟ احنا بصراحة بنعرض على اعضاء الفرقة، واذا ما حد تقدم يعني بنرشح الدكتور بدر محمد. خير ما اخترته، مخرج معروف وله ابحاث وتجارب كثيرة مثل الاخ ناصر. بصراحة اللي عجبني مسرحكم انكم ناس تهتمون بالشكل والمضمون، وحبكم لبعضكم واخلاصكم لفرقتكم. المهم ايش كثر قدرت الميزانية؟ قدرناها ب 400,000 دينار. كم؟ 400,000 دينار. وإذا يعني شايف المبلغ كبير أنا مستعد أنزل عنه. لا لا لا، أنا شكلي بسحب العرض منكم وبعطيه فرقة ثانية. أفا ليش؟ هذا عرض عالمي، بكم تبيني أقدره؟ قدره حسب رؤية المخرج، حسب تكلفة عناصر العرض. لا تسترخصون الشيء. شنو 400,000 لعرض مسرحي عالمي؟ لا يبا لا، اللجنة العليا راصدة للمسرحية العالمية 2,000,000 دينار. 2,000,000 دينار؟ هذا مبلغ كبير. عمل عالمي بنقدمه باسم الكويت، كم تبينا نقدره؟ بصراحة الصورة وضحت الحين، مع ان احنا من قبل تناقشنا بمثل هالارقام، والصراحة خفنا نتقدم فيها، علشان كذي قلنا نتطوع كلنا للعمل. منتم قصرين، ندري فيكم طول عمركم تتطوعون لديرتكم، لكن احنا نعرف ان العمل المسرحي العالمي يكلف ملايين الدنانير. ابو عبد الله لو سمحت اخذ اوراقك وكني ما سمعت شيء. ارجع للفرقه، قعدوا مع المخرج وعيدوا تقييم العمل من جديد ويديد. هذا عمل عالمي نبي يظهر بالمظهر اللائق قدام الناس ان شاء الله. تامر امر. حبيبة؟ أيوة يا جوان، جاية. شو نايمة يا ست الكل؟ لا يا حبيبتي، كنت بريح شوي وعيني راحت في النوم. ما رح أسألك شو بكي، بعدين بنحكي بالموضوع. هلأ يلا معنا على الأكل. جوان اعفيني من موضوع الأكل ده، ماليش نفس. ما فيني اعفيكي، دكتور بدر وجاسم موجودين وما رح ياكلوا الا لما تجي.
الدكتور بدر قال لك كده؟ ما قال لي شيء، بس يلا ناطريني. طيب روحي وانا جاي وراك. ما تتاخري. ماشي يا عسل. شكرا يا استاذ. صراحه انا وايد ودي تكون لي مشاركات في التمثيل، بس للاسف ابوي رافض الفكره وامي بعد، وانا ما اقدر اطلع انشور اهلي. ما عليه، المهم انك قاعد تمارسي هوايتك. الو، هلا ابو عبد الله. صج، يلا الف الف مبروك. خلاص على موعدنا ان شاء الله اليوم بالمسرح. ماشي، مع السلامه. مع السلامه. مبروك. على شنو؟ مسرحيه الجسر وافقوا عليها المجلس الوطني للثقافه والفنون العدل. صج، ايه الف مبروك. صج فرحنا هالخبر.